نشرة التاسعة من قناة ليبيا الحدث. وأبدأ معك سيد خالد محمود، إذن تصريحات عنترية من الرئيس التركي ومن وزير خارجيته بالتزامن مع المشاركة والدعم الذي تقوم به تركيا للحشد الميليشياوي غرب البلاد والقيام بتغطيات جوية للميليشيات في تقدمها، فكيف تقرأ ما يحدث في غرب ليبيا؟ شكرا لكم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني مش غريبة على تركيا انه يعني تؤدي هذه التصريحات ويعني تخرج بمثل هذا الكلام العنتري. هذه تهديدات جوفاء نعيها نحن تماما في القاهرة. خليني اقول لك باختصار شديد الموقف الرسمي المصري زي ما انا فاهمه، انه في هذه اللحظة اي تهديد لأمن ليبيا هو تهديد لأمن مصر، وهذه ليست معركة ليبيا لوحدها، هذه ليست معركة الجيش الوطني فقط لوحده، على اعتبار أنه أيضا نحن في مصر يعني عندنا معاناة شديدة جدا من التدخل التركي في أو محاولة التدخل التركي في الشأن المصري من وقت إلى آخر. نعي ايضا انه تركيا تحتضن كل قيادات الارهاب وجماعه الخرفان على اراضيها وتمنحهم الامان واللجوء السياسي وتوفر الدعم وايضا السلاح لهم ولميليشيات طرابلس، وتسعى بالتاكيد لفوضى وعدم استقرار في مصر وليبيا. الان يعني الموقف مختلف تماما زي ما قلت لك، يعني نحن لا نسعى لحرب بكل تأكيد، لكن إذا فكر أردوغان هو أو أي شخص في هذه الحكومة أنه يهدد الأمن الليبي عليه أنه يعي تماما أنه هنا خط أحمر، لأنه ده تهديد مباشر على الأمن القومي المصري. واعتقد جازما، وانا هنا مش عايز اتكلم على معلومات، لكن انا بعتقد انه نحن جاهزون على راي سياده اللواء المسماري في تصريحه الشهير. نعم، طيب انتقل اليك الدكتور العربي الورفلي معي عبر الهاتف من باريس. ما دلالة تفجير حتى الآن أربع طائرات من نوع بيركدار تركية بمطار معيتيغا من أصل 12 طائرة مقدمة من تركيا دعم أو كدعم للحشد الميليشياوي غرب البلاد؟ مساء الخير ومساء الخير لضيفك وأهلا وسهلا بكم. الحقيقة نحن نرى الآن تدخل مباشر، تدخل فظ من حكومة أردوغان بدعمه لهذه الميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني في طرابلس. طبعا هناك معلومات أكيدة وموثقة بوجود غرفة عمليات تركية تشرف على تسيير هذه الطائرات، لأن هذه الطائرات بدون طيار ولا تستطيع الميليشيات تشغيلها، وهذه الغرفة موجودة بالتأكيد في طرابلس. أيضا رأينا المدة الماضية نزول مدرعات تركية. يبدو أن الرئيس أردوغان يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج ولحاء إلى شعبه بأنه لازال يعني بأنه يتمتع بالقوة ولديه قوة الوصول لأي دولة للدفاع عن المصالح التركية. طبعا أردوغان خسر بلدية اسطنبول وشعبيته في انهيار مستمر، أيضا الوضع الاقتصادي التركي الليرة التركية في وضع انهيار، وبالتالي هو تصدير أزمته بدعم الميليشيا. طبعا تركيا تحتضن تنظيم الأخوان الفرع ليبيا، وهناك قيادات أخوانية متواجدة في تركيا، وهناك اتصالات يعني اتصالات دقيقة من أجل دعم الميليشيات الإرهابية المتواجدة في طرابلس. إذن هي يحاول خلق أزمة، ولكنه لن يستطيع ذلك، لأن الشعب الليبي سوف يدافع عن كرامته، والجيش الليبي موجود. واليوم منذ قليل وصلنا خبر بتدمير طائرة تركية كانت تتأهب للإقلاع من مطار معيتيغا. إذن طرابلس أصبحت وكر للتدخل التركي والتدخل القطري. الجيش الليبي الآن يواجه معدات
تركية ويواجه غرفة عمليات تركية، إذن هو اعتداء سافر من دولة تركيا ضد الدولة الليبية وضد الجيش الليبي. ولكن أعتقد بأن الرد سوف يكون على يد الجيش الليبي، سوف يتقدم نحو طرابلس، وبالتالي إذا ما تم تحرير طرابلس بعون الله واستتب الأمر سوف يكون هناك موقف قوي من الدولة التركية. أما أن تكون المعاملة بالمثل وتكون علاقات يسودها الاحترام بالضبط وفق القانون الدولي، أو أن تركيا سوف تفقد كافة مصالحها في ليبيا، ولا ننسى بأن تركيا لديها شركات وتتأهب أيضا، هناك شركات للتعاقد مع حكومة الفرقاطة في طرابلس من أجل ربما إعادة إعمار، وهو بيزنس يعني معروف، وشركات تركية تأتي إلى طرابلس لأجل الحصول على تعاقدات. طيب نعم. إليك سيد خالد محمود، يعني ما سر استمرار صمت المبعوث الأممي دكتور غسان سلامة عما حدث أو يحدث في الأيام الأخيرة من قبل الحشد الميليشياوي، والدعم التركي الذي يحدث في غرب ليبيا عنوة أمام العالم أجمع؟ لا هو مش صامت ولا حاجة، هو بس بيشوف اللي هو عاوزه. يعني هو شاف من كام يوم كان عنده تصريح في روما انه استعادة قوات حكومة على ما تفرج لمدينة الغريان نوع من التطور العسكري المهم، وانه يترتب عليه كذا بلا بلا بلا، واستمرت نفس الاسطوانة اللي بيرددها منذ تعيينه. ده شخص يعني منتهي تماما ولا وجهة له في عمله من الأساس، والدور اللي بتقوم به الأمم المتحدة أو بعثتها في ليبيا هو دور تخريبي بالأساس. وغسان سلامة لا زال يمارس نفس الألعاب، ولا زال أنا بعتقد أنه هو أيضا يخشى سطوة الميليشيات المسلحة. يعني هو يعني مفترى ومفترى عليه بمعنى آخر. نعم. لكن في هذه القصة تحديدا هو يعلم تماما حجم التدخل التركي لكنه لا يتحدث عنه. مجلس الأمن الدولي يعلم أيضا أن هناك أسلحة تركية تصل إلى ميليشيات طرابلس ولم يتخذ أي قرار. المجتمع الدولي هنا في هذه الصيغة يريد إطالة أمد الأزمة في ليبيا، لكن إن شاء الله تعالى كما قال ضيفك الدكتور العرب، وأنا بحييه تحية خاصة وبتابع منشوراته بمحبة، لأنه من الناس الوطنيين اللي فعلا عندهم هذه الحماسة من أجل ليبيا فقط. نعم. إذن الكاتب الصحفي خالد محمود وأيضا المحلل السياسي دكتور العربي البرفلي كنتما معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكما.